ويكتبس الياس في مجلة نيويوركر في نيويورك طبعا أن هذه السنوات هي التي بلورت لديه معنى العدالة والإنسانية والحياة. من أجل فهم الزمن الذي نعيش فيه فالأدب ليس فقط متعة وطبعا متعة والأدب هو كما علمنا بحيان توحيد إمتاع ومؤنسة ولكن أيضا الأدب هو بحث عن المعرفة وبالذات بحث عن معرفة الزمن. الكتاب هو رواية جميلة جدا حول الصمت الفلسطيني الذي حدث بعد إخراج الفلسطينيين بعد طرد الفلسطينيين من فلسطين في 48 تتحدث بشكل خاص عن ما حدث في اللد المدينة العربية الذي يعني طرد أهلها عن تصميم وسابق إصرار وإلياس خوري يعني يراجع هاي العملية بس في الواقع يصف ما حدث في اللد بتفاصيل مرعبة وهو درس الموضوع وراجع الموضوع وعمل مقابلات مع الناس اللي عايشوا والمذبحة اللي صارت في اللد كمان فيعني أنا بقترح على كل إنسان بهمه الموضوع أن يقرأ هاي الرواية لأهميتها لأنه من مثل ما قلت يعني هي من الروايات الأولى التي تعالج الموضوع إنسانيا وإحنا الفلسطينيين بحاجة إنه نعالج موضوع ما حدث لنا إنسانيا مش بس سياسي ويعني انخراطنا الشديد في عملية المقاومة خوفنا من إنه إحنا نتعامل مع ما حدث لنا من الناحية الإنسانية. إلياس خوري اللبناني يعمل ذلك وهو يعني في الواقع يعني هو له محاولات سابقة مثلا في باب الشمس الرواية والفيلم عن التجربة الفلسطينية وهي الرواية بالذات عن الخروج من اللد. محمد درويش علمني الأسير وتعلمت أنا وهي الأسير من سلسلتي الذين كان لي شرف أيضا التعرف إليهم العمل مع سعيد مع سعود الريس مع آخرين كان بالنسبة لي هو هي أوضة المدرسة التي لا أزال طالبا فيها. يعني أنا بفكر إنه كتير مهم هاي ندوات أولاً لأنها اليوم بشكل خاص بتناول مع أديب لبناني أي نعم هو بتناول القضية الفلسطينية بكل جوارحه بس فرصة للجمهور الفلسطيني بالداخل اللي هو بالرغم من كل الإعلام المفتوح اليوم ومحاولات السفر والتواصل ما زلنا معزولين عن شخصيات مثل إلياس خوري فأنا فكر هي فرصة كمان لإلياس خوري قابل ناس من الداخل عن طريق الندوة كمان الناس من داخل الفلسطيني تلتقي مع شخصيات عربية بالعالم. Thank you.